L'Allemagne, c'est le meilleur joueur de tous les temps dans le Jazeera. كي نحكو على لي ليجوند تاع الفوتبول الجزائريان لازم نحطو حسان لالماس في الديبي تاع لا ليست. ولد العاصمه اللي تزاد في 12 مارس 1943 شافوا فيه والديه ذاك الجون اللي راح يرفدهم وحطوا امل كبير فيه بحكم لي كواليتي ديالو. التحق اولمبي عناصر في سن صغير وفرض نفسه معاهم بحيث لعب 18 ماتش ماركا فيهم 24 بوت. بلا ما ننساو الابداعات واللوحات الفنيه اللي ابهر بهم مشجعي النادي العاصمي. حسان بالاداء الكبير ديالو خلى السيربي خطفوه ويتعاقدوا معاه في عام 64 ويلعب اول دوري ليهم في التاريخ. بطبيعه الحال بزغ معاهم اكثر في الساحه الكرويه الجزائريه بحيث اهداهم 4 ألقاب دوري و3 كؤوس جزائر وهذا على مدى 7 سنوات، نفس الفتره اللي تلقى فيها اوفر باهي السني مع اولمبيك مارسي. لكن القانون وقتها ما خلاش يروح لانه منع لي جوار باه يخرجوا الاحتراف قبل سن 28. والاستوار نتاع الالماس مع الشباب كملت في موسم 72-73 وراح بعدها الى نصر حسين داي لمده موسمين فقط قبل الاعتزال. اهم الارقام اللي حققها هي الهداف التاريخي للدوري، اكثر من 150 هدف، واكثر لاعب ماركا في الفينال تاع كوب دالجيري برصيد 6 اهداف منهم هاتريك كاول واخر من قام بالشي هذا. حكايته مع المنتخب ما كانتش مبدله على الاولى، والبدايه كانت في 63 بحيث صنع رفقتهم اسمه مع اساطير الكره الافريقيه، وكان لو بريمي جوار اللي ماركي الخضر في الكوب دافريك اللي لعبوها في اثيوبيا عام 68 امام اوغندا، واللي سجل يومها هاتريك كاول من يفعل ذلك في تاريخ البطوله. وزاد في الاخير توج بافضل لاعب فيها بالرغم من اقصاء المنتخب من الدور الاول. وواصل بعدها تقديم الكثير للكرة الجزائرية بحيث لعب للمنتخب إجمالا 73 مباراة سجل فيها 12 هدف واعتزل بعدها في سن 31 عام. حسان درب بعدها المنتخب الوطني الأقل من 17 سنة عام 1983 باه يتوقف بعدها عن مزاولة النشاط الكروي ويبتعد عن الأضواء بسبب الحالة الصحية اللي خلاته يحكم الفراش لمدة طويلة إلى أن توفى عام 2018 وخلى من وراه مسيرة ذهبية في سنين بداية وضع أساس للكرة الجزائرية منصبا من نفسه أحسن لاعب جزائري لكل الأوقات.